تقبل هذا الامر مش تمنع الاستحواذ، تخلي في استحواذ بس على ان يبقى على الاقل 15% من الاسهم متداوله في السوق. لو الا فجاه هنلاقي السوق فاضي، محتاجين فعلا بضاعه جديده، محتاجين ان الحكومه تخش، يعني يا ريت الحكومه تطرح جزء من اسهم بنك مصر. بنك مصر يطرح جزء من اسهم بنك القاهره في السوق. شركات القطاع الخاص الكبرى، وهذه شركات قطاع خاص كبيره جدا في مصر، زي مثلا شركه العربي. قواعد القيد الجديدة هل ربما تكون يعني محفزة للمستثمرين وللشركات الكبرى أن يعني تدفع بأسهم جديدة في السوق؟ هي قواعد القيد الجديدة الشركات بتشوف أنها قيود عليها، لكن هي في واقع الأمر بتحقق المزيد من الإفصاح، بتحدد أو بتعزز الشفافية في السوق المصري. يعني قواعد القيد الجديدة اللي تم إقرارها من قبل هيئة الرقابة المالية وبدأ التعامل بها فعلا بتسمح بقيد الشركة فور تأسيسها، وده ما كانش موجود قبل كده، كان لازم يمضي عليها سنتين. بتلزم الشركة أنها تعلن على اجتماعات مجلس الإدارة، بتلزم الشركات انها تقول ايه قرارات مجلس الاداره وتعلنها وتحطها في تقارير الجمعيه العموميه، تلزم الشركه بوضع المخالفات والغرامات اللي بتوقع على الشركه عشان المستثمر. هنا بقى يجي الدور على المستثمر. ما هو المستهدف للمؤشر الرئيسي بعد يعني ما عدينا مستوى او حاجز 8000 نقطه في جلسه تعاملات اليوم، وهذا الحاجز يعني منذ الازمه الماليه العالميه اللي كانت احنا من 2008 واحنا كان حلمنا كنا بنوقف عند ال 5000، يا رب تستمر على كده. 5000 ده كان الحلم اللي بدأنا، 6000 نقطة. النهارده وصل 8008 نقطة. ايه المستهدف بعد كده يا استاذ؟ والله المستهدف على المدى المتوسط 8800 نقطة. 8800 نقطة. وبعد كده 9300 نقطة. وأعتقد إن السوق لو استمر على هذا الحال مع الاستقرار السياسي اللي في البلد، مع قرب انتخابات الرئاسة وإقرار القانون وعودة القانون لرئاسة الجمهورية عشان يتم إقراره، وبعد كده طرح القانون وبدء الترشيح وارتفاع عالي جدا في معنويات الشعب المصري، ومع دخول انتخابات مجلس الشعب، هذا المؤشر سيغلق مع نهاية 2014 عند 14000 نقطة، وده مستوى ما حققناهوش قبل كده. نعم. أيضا عايزين يعني نسترسل قليلا في المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30، يعني منذ عزل الرئيس السابق المعزول محمد مرسي زاد هذا المؤشر بنسبة 68% وحتى الآن، يعني دلالة هذا اطمئنان، أمل في بكرة، احساس ان كان في كابوس وتشال. نعم. دي حقيقي. نعم. انا يمكن ما بتكلمش في سياسه كتير، لكن دي حقيقي، احساس رجل الشارع كده، احساس المستثمر كده. احنا لما نبص على مين المستثمرين النهارده، رغم يعني بعض الحوادث الارهابيه التي يعني تكشف عن افلاس كما من قبل قلت هذه لك من قبل. نعم. الشارع المصري عنده قدره عجيبه على استيعاب كل الاحداث والحوادث، بيعتبرها روتين يومي بعد كده، رغم انه بيتمزق الما، بينزف دما على الشهيد اللي بيسقط من رجال الشرطه، لكن او من رجال الجيش، ولكن بيعتبروا الحياه لابد ان تسير. لو قيمنا اداء المستثمرين في جلسه التعاملات اليوم، المستثمر المصري والعربي والاجنبي، تقييم حضرتك لاداء كل مستثمر على حده في جلسه التعاملات اليوم؟ يمكن انا ليا تعليق شويه، والعربي والاجنبي اتجهوا للبيع، اما الاجنبي اتجه للشراء. انا ليا بس تعليق على حته الاجنبي بالذات، هو مش كل ما جاء من الخارج هو اجنبي. في الغالب يبقى مصري مقيم في الخارج، او صندوق مصري مسجل في الخارج، فبالتالي المصريين هم عصب السوق. المصريين هم عصب السوق، يعني ما انسخش ورا كلمه اجنبي عشان هو جاي من بره او فلوس جايه من بره. لكن اللي عايز اقوله بس، يمكن اتعودت من يوم ما بدات اظهر في مؤشر النيل اني اكون متفائل. انا بقول للناس السوق لسه فيه كتير. طب بماذا تنصح المستثمرين الجدد الذين يودون ان يدخلوا الى البورصه المصريه ويبداوا تعاملات وهم يعني ليس لديهم خبره سابقه بالتداول والتعامل في البورصه المصريه؟ المثل واضح ومعروف، لا خاب من استشار. اسال مجرب ولا تسال طبيب. يسال من؟ يسال السمسار بتاعه. يتجه لصناديق استثمار، يخش من خلال صناديق استثمار اكتسبت خبره عاليه جدا في مصر وبتحقق مكاسب كويسه جدا، يا ريت من خلال وثائق صناديق استثمار. انا عارف ان المستثمر الفرد او المضارب بمعنى ادق بيحب يشتغل بنفسه، لكن في الحقيقه لازم يسمع كويس قوي نصائح السمسار بتاعه، يسمع نصائح الشركه اللي بتعمل معاه، يحاول يقرا الميزانيات ويحط في اعتباره انه يشكل المحفظه بتاعته، ما تبقاش كلها اسهم مضاربه يوم ويجري يوم ويجري. رغم ان انا بقول حاجه، ان في اسهم كتير النهارده في البورصه المصريه ارتفعت بشكل عالي جدا،
يعني على سبيل المثال أسهم قطاع البنوك أو أسهم القطاع المالي بشكل عام، خدمات المالية وهو أعلى القطاعات ارتفاعا فيها كتير وهتدينا أكتر. ده غير مش الربح الرأس المالي بس بارتفاع السعر في السوق التداول، لا وفي كمان كوبونات، لأن معدل أرباح البنوك السنة دي عالي جدا. يمكن أحب أقول لك مثلا النهاردة أو امبارح أعلنت بعض الأرباح عن بعض البنوك، فمثلا البنك المصري الخليجي ارتفع بنسبة 36.51% عن العام الماضي وحقق ربحية في 2013 حوالي 190 مليون جنيه. البنك الوطني المصري ارتفع بنسبة 13% عن العام الماضي وحقق ربحية 344 مليون جنيه مقابل 304 في العام الماضي. في السي اي بي البنك التجاري الدولي واللي النهاردة سعره 37، والخبراء والمحللين الماليين والمحللين الفنيين بيتكلموا ان هو هيوصل ل 50 جنيه. وعلى فكرة دي مش توصية لا بالبيع ولا بالشراء، ده انا بقول الرأي مجرد تماما. بيقول انه هيوصل لحوالي 49-50 جنيه. المؤشر ماشي. نعم. طب أستاذ طارق الجهري خبير أسواق المال، بنلاحظ أيضا استمرار النشاط الانتقائي على أسهم المضاربات وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، يعني أبرز القطاعات المرشحة للنشاط في الفترة المقبلة. احنا لو بصينا البورصة كلها، ده البورصة كلها طالعة، السوق بلا استثناء كله صاعد، ولكن هناك قطاعات متميزة ومميزة. نعم. زي قطاع البنوك، قطاع مهم جدا، ده اللي تصدر التعاملات، ده تصدر التعاملات. قطاع الخدمات المالية يعني شركات السمسرة بمعنى أدق، شركات السمسرة بتحقق أرباح كويسة بما أن البورصة منتعشة، فالشركات بتحقق أرباح كويسة جدا وبالتالي هتوزع كوبون كويس. قطاع الاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري قطاع مهم جدا، ويمكن واضح جدا جدا في النهاردة تحديدا الأسهم المملوكة أو الشركات المملوكة لرجال أعمال زي طلعت مصطفى، عامر جروب، المجموعة دي بتحقق أرباح عالية جدا جدا، وده راجع لعدة أسباب. أول هذه الأسباب إن سعر العقار في مصر منخفض جدا مقارنة بالأسواق المحيطة بينا. يعني النهاردة العقار في مصر أرخص من السودان، أرخص من الأردن، أرخص من لبنان، مش هقارن بالخليج قطر ودبي والبحرين، لا أقول لك أنا بقارنك بالسودان، الأردن، ليبيا، لبنان، لا إحنا أرخص. العقار المصري بينظر أنه مستودع للقيمة زيه زي الذهب بالظبط، فبالتالي المصري اللي بيشتغل في الخارج بتحويشة عمره او تحويشة شغله كله في الخارج بيجي يحطها في عقار. شركات العقار بتتسابق في حملات اعلانيه مستمره بيسيل لها لعاب المصريين والاجانب. فقطاع العقار هيحقق ارباح طائله في الفتره اللي جايه سواء في البورصه او خارج او في على مستوى التداول اليومي او البيع والشراء للعقارات. في القطاع الثالث وهو القطاع البتروكيماويات ليه صناعة الأسمدة، لكن اللي أنا خايف منه وبشفق عليه قطاع الأسمنت. لماذا؟ ليه؟ قطاع الأسمنت عنده أزمة كبيرة جدا في الفترة الحالية وهي ارتفاع سعر الغاز. النهاردة سعر الغاز ارتفع سعر الوحدة استخدام الغاز من 1.5 دولار للوحدة إلى 14 دولار للوحدة. الاتجاه كله إلى استبدال الغاز بالفحم كطاقة في التشغيل وفي الإنتاج. هل وزارة البيئة هتوافق بمنح قطاع الأسمنت أو شركات الأسمنت الرخصة بالموافقة على تشغيل إحلال الفحم محل الغاز؟ ده سؤال. سؤال تاني، إذا حصل وشغلت الفحم لابد أن تنخفض التكلفة، هل هتنصاع شركات الأسمنت لمطلب السوق بتخفض السعر؟ نعم. فهتخش في مشاكل مع حماية المستهلك. نعم. أستاذ طارق جهري خبير أسواق المال، يراهن كبار المستثمرين في البورصة المصرية على أن موجة الارتفاع التي تشهدها البورصة المصرية حاليا ستستمر لبعض الوقت، فيما يراهن أو يترقب صغار المستثمرين عمليات أو هبوط حاد للسوق سواء لجني أرباح أو أشياء من هذا القبيل، إلى أي كفة أو إلى أي رأي ترجح من وجهة نظر حضرتك؟ السوق لثلاثة أسباب. لثلاثة أسباب السوق سيستمر في الارتفاع حتى نهاية هذا العام. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ أول هذه الأسباب. نعم. المستثمر اللي في السوق قاعد زي ما هو ما خرجش. اللي خرج هيرجع. إنه شايف الأرباح والمكاسب. اللي خرج زي مين؟ اللي خرج من المستثمرين سواء أفراد أو شركات أو حد جامد أو 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 هيرجع تاني وشايف المكاسب تتحقق. كويس؟ تمام. هيخش مستثمرين جدد على حس المكاسب اللي اتحققت النهارده، يبقى اذا هناك سيوله جديده ستدخل السوق
هناك مستثمرين جدد سيدخلوا السوق، هناك إضافة على السوق، يبقى إذا السوق طالع من الناحية دي. نعم. السبب الثاني حالة الاستقرار السياسي اللي في البلد. السبب الثالث حالة التفاؤل والأمل مع رئيس جمهورية جديد يجب أو المفروض طبقا للدستور أن يتولى مهام منصبه في 18/4 القادم، موعد أقصى 18/4 القادم، يلي هذا مجلس شعب جديد أو برلمان جديد أو مجلس نواب، معرفش يسموه إيه، جديد. لما يبقى عندك رئيس جمهورية وعندك برلمان وعندك دستور هيكتسب ثقة العالم، هيجي لك استثمارات من الخارج. في بس حاجة عايز أقولها، يعني ربنا ما يعيدش بقى أيام الإخوة السنة اللي فاتت 2013 لحد 36، ربنا ما يعيدهاش إن شاء الله، ولكن مش كل شيء كان سيء. كانت هناك فكرة طرحها حكم الإخوان أو حكم الجماعة الإرهابية اللي هي فكرة الصكوك الإسلامية. ليه ما نعيش درس الفكرة ديت؟ لابد نعيد درس الفكرة وطرح الصكوك بشكل أو بآخر لتنمية المشروعات الكبرى، المشروعات العملاقة اللي مصر محتاجاها، مشروعات للتصنيع المهم، مشروعات مثلا لصناعة الزواج من رمل سيناء، مشروعات تنمية قناة السويس زي ما اتكلمنا عنها. هذه الصكوك مش كلها شر ومش كلها، الصكوك الإسلامية تم تطبيقها في إنجلترا، تم تطبيقها في أمريكا، تم تطبيقها في الخليج، تم تطبيقها في جنوب أفريقيا وفي نيجيريا وفي السنغال، ونجحت نجاح ممتاز، نجاح متميز جدا. يعني تقنن احنا أولى بيها يعني، نعم، ويتم تقنينها يعني بما يحفظ يعني الحقوق المصرية ولا يخرج. هو كان العيب الرئيسي فيها انك بتطرح بضمان مصر، بضمان الحكومة، وده كان عيب خطير جدا ورئيسي، لان كان ممكن قوي اللي هيسلفك او هيخرضك يجي ياخد الهرم او ياخد النيل او يرهن النيل. لا، النهاردة احنا نخلي الصك المطروح لمشروع ما بضمان هذا المشروع، نعم، بضمان المشروع القائم. أخيرا أستاذ طارق الجهري خبير أسواق المال، توقعات حضرتك لأداء السوق في جلسة تعاملات الغد إن شاء الله؟ لا، السوق مكمل صعود، مكمل صعود ومكمل صعود حتى انتخابات رئاسة الجمهورية. يعني أي كان موعد أي لا هيحصل طبعا في اتجاه هبوط لازم، لجان الأرباح أولا مثلا. لجان الأرباح، التصحيح لعادة تقييم الأداء لازم، بس يبقى الهبوط إيه؟ هبوط محدود مؤقت، هبوط بياخد اتجاه عرضي. يعني كان عندنا مثلا جلسه 5/2 الماضي ما كانت فيها هبوط، بس كان هبوط ايه؟ محدود جدا 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 لجني الارباح. يعني مش معنى ان البورصه بتهبط ان دوت مؤشر سيء، او يعني هو يعني مؤشر لا 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 طبيعي، هو وشيء طبيعي جدا جدا ان مفيش حاجه بتستمر. انا اشتريت حاجه بقرش بقت بخمسه، طب ما انا من حقي استثمر مكسبي وعايز تدور فلوسي، فببيع، بيحصل موجة خروج. لكن اللي انا شايفه اللي جاي من حد انتخابات رئاسة الجمهورية على المدى القصير، في سيولة جديدة داخل السوق، في مستثمرين جدد داخلين السوق، في اجانب داخلين السوق، في مستثمرين عرض داخلين السوق، وكل هذا سيؤدي الى ارتفاع المؤشر العام للبورصة، سيؤدي الى انتعاش اكبر في البورصة. وكل ما اتمناه ان الحكومة تدخل بضاعة جديدة، تطرح أسهم جديدة، تطرح شركات جديدة، واللي هيجي برضه هيتعيد استثماره في حاجة تانية. نعم، الأستاذ طارق الجهري خبير أسواق المال، شكرا على تشريفك ضيفا كريما عزيزا في حلقة اليوم من برنامج مؤشر أنمي. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر كل مشاهدي قناة الدين الأخبار على متابعتهم لينا، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا عليهم وعليك. ربنا يخليك، شكرا. الله يخليك فنان. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر أنمي في الغد إن شاء الله، حلقة جديدة فانتظرونا وإلى اللقاء.